طلابنا الأعزاء في مرحلة الثانوية العامة. معاكم أستاذ أحمد سعد مدرس الرياضيات. بإذن الله هنحاول نعمل جزء بجانب شغلنا على منصة مصرية تعليمية. المنصة دي هتساعدنا إن احنا نزود من شغلنا بجانب الشغل إن شاء الله بتاعنا. فيها فرص كتيرة إن احنا هنسجل عليها الحصص، تقدر إن انت تعيد وتزيد تاني في الدروس اللي اتشرحت من أول وجديد. طبعا المنصة بقالها مدة كتيرة شغالة، ابتدت تطور من شغلها عشان توصلك لأبليكيشن أو تطبيق محترم وسلس إن انت تقدر تتعامل معاه. المنصة هيكون عليها أسئلة كتير تقدر تفيدنا، هتقدر تتواصل معنا على المنصة إن شاء الله بشكل أكتر. أي مشكلة هتقدر تواجهها في التطبيق، في هنا دعم فني محترم هيتواصل معاك في أي وقت من الأوقات، أيا كانت المشكلة هيقدر إن شاء الله يحاول يحللك المشكلة بإذن الله. أتمنى إن هي تكون خطوة كويسة وتزودنا وتفيدنا إن شاء الله في المرحلة اللي احنا فيها بإذن الله.